السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا دیکھیں أخذنا ذال پر زبر نہیں ہے، پھر سے پڑھیں. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين پھر سے پڑھیں خاسئین زیر کو اور باریک کریں فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها پھر سے پڑھیں فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها
وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً تَذْبَحُوا پیش اور آگے کیا ہے اس واو کو بھی پڑھیں گے پھر سے ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذنا ہزوا جی اتتخذونا نہیں ہے ذال کے آگے واو نہیں ہے ٹھیک ہے صرف پیش ہے تو اس کو لمبا نہیں کھینچیں گے قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر قال إنه يقول إنها يقول لمبا نہیں کریں صرف جس کے اوپر پیش زبر اور زیر ہوگا اس وقت اس کو لمبا نہیں کھینچیں گے مثلا یقولو یوں نہیں پڑھیں گے اب انہو ہے ٹھیک ہے اس کو انہو نہیں پڑھیں گے کیوں پیش ہے الٹا پیش ہے قال انہ یقول انہا بقرة لا فارض ولا بكر قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك عوان بين ذلك
فافعلوا ما تؤمرون فافعلوا ما تؤمرون فافعلوا ما تؤمرون. اس کو تؤمرون نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے؟ تؤمرون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.